وللمزيد نعود إلى شبكة مراسلينا في الخرطوم، مراسلتنا في الخرطوم درة جنبو، أهلا بك. ما الجديد في التطورات حتى الآن درة؟ نعم حامد، حتى هذه اللحظة عدد القتلى من المدنيين في الحد الأدنى المسجل في المستشفيات 18 قتيلا حتى الثالثة من ظهر اليوم، على الأقل 18 قتيلا. بعد غروب شمس اليوم قتل 3 أشخاص على مبنى الديار القطرية في محاذي لكوبري جسر المكنمر في بحري، وأصيب شخصان أحدهما مصري والآخر هندي في هذا المبنى. كذلك حتى خارج الخرطوم امتدت الاشتباكات والقتال، قتلى أكثر من قتيل في مدينة الفاشر، وكذلك تجدد القتال في منطقة فور برنجا التي توقف فيها في بداية هذا الأسبوع قتال قبلي، اندلع اليوم مجددا في ظل حالة الانفلات العامة التي تعم كل المدن. في الأبيض تحدث السكان عن قتلى من السكان المحليين وتدمير منزل قائد قوات الدعم السريع في المدينة. كذلك في مدينتي الفاشر وزالنجي في غربي في دارفور هناك اشتباكات عامة المدينة. أم درمان ما تزال تسمع أصوات الرصاص بكثافة. الخرطوم في منطقة وسط الخرطوم هدأ القتال بعض الشيء، أصوات إطلاق نار متقطع، لكن في أطراف المدينة يسمع ما زال صوت إطلاق النار. نعم، الآن نحن نترقب أي تطورات في هذه اللحظة بالنظر إلى أن صوت إطلاق النار ما زال مستمر بين الفينة والأخرى في وسط المدينة. المستشفيات تستقبل المصابين حتى هذه اللحظة، الأعداد لا تكاد تحصى حتى بالنسبة للأطباء. حين نتحدث إلى الأطباء في المستشفيات لا يستطيعون إحصاء عدد حتى تقريبي لعدد المصابين الذين يصلون المستشفيات. كيف هو مستوى الاشتباكات الآن؟ هل ما تزال متواصلة متقطعة أم توقفت تماما درة؟ سكان منطقة كرري في أم درمان، هي جنوب أم درمان كرري، يتحدثون عن توقف الاشتباكات قبل لحظات فقط توقفت الاشتباكات في منطقة كرري. لكن في منطقة أم درمان القديمة وأم درمان القديمة من الناحية الجنوبية ما يزال يسمع صوت إطلاق النار في أماكن متفرقة. هذه المنطقة ترتكز فيها عدة أسلحة من قوات الجيش السوداني، هنالك سلاح المهندسين، هنالك وحدة من الراجمات، هنالك سلاح أحد أفرع المدفعية، وكذلك هنالك السلاح الموسيق، عدة أسلحة ترتكز في هذه المنطقة. منطقة ما بعد جسر النيل الأبيض مباشرة، ما بينه وبين جسر الفتحاب الجديد. هذه المنطقة منطقة عسكرية بالكامل ترتكز فيها عدة وحدات من الجيش السوداني بجانب السلاح الطبي. أول رئاسة القوى الطبية في السودان للجيش السوداني موجودة في هذه المنطقة. ما زال يسمع صوت إطلاق النار في هذه المنطقة. المواطنون لا يكادون يستطيعون التحرك حتى داخل منازلهم، ولا يستطيعون حتى فتح الأبواب والنوافذ. انقطاع جزء للكهرباء في بعض الأحياء في الخرطوم في ظل هذه الحالة من إطلاق النار العشوائي. الرصاص يسقط في المنازل يكسر النوافذ والأبواب وحتى الجدران، هنالك قذائف اخترقت الجدران في أحياء عدة في منطقة شرق النيل في الحيوسي، اخترقت القذائف منازل وأصابت مواطنين. أيضا في شارع السيد علي في بحري اخترقت قذائف كبيرة، اخترقت منازل، دمرت منازل بالكامل. حتى هذه اللحظة أسر تتحدث عن أن منازلها دمرت بفعل قذائف سقطت بشكل عشوائي في هذه المنطقة. هذه المنطقة قريبة أيضا من إحدى وحدات الجيش السوداني، وكذلك قريبة جدا من الوحدة الطبية لقوات الدعم السريع موجودة في هذه المنطقة التي سقطت فيها القذائف قرب شارع السيد علي في بحري. نعم، إذا هنالك جنوب الخرطوم نعم درة، عن عن أيضا ما صدر من الجيش السوداني ونتابعه الآن على شاشتنا بنفيه سيطرة قوات الدعم السريع على سلاح المهندسين، وقوله أيضا إن قوات الجيش السوداني في طريقها لحسم التمرد كما جاء في البيان. هنا أنتقل إليك وائل محمد حسن عن هذه التفصيلة ربطا ببيان الأركان الذي صدر وقال لا حوار أو تفاوض قبل حل قوات الدعم السريع. ما التفاصيل التي وردت من الجيش السوداني؟
نعم، بالإضافة لهذا البيان فهنالك أنباء غير مؤكدة تقول على أن الفريق البرهان قد يعلن في أي لحظة من الآن عن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان وحظر التجوال في العاصمة الخرطوم. أيضا هنالك بعض الأخبار المتداولة وغير المؤكدة في أن أيضا الفريق البرهان سيعلن قرار بحل القوات الدعم السريع وحل إحالة جميع الضباط في قيادات الدعم السريع إلى التقاعد، وبالتأكيد حتى الآن هذه الأخبار غير مؤكدة. أما بالنسبة للتصريحات الأخيرة والبيان الأخير بالنسبة لهيئة الأركان للجيش السوداني فهو يريد أن يبعد أي محاولات للتوسط للتهدئة الجارية الآن من بعض المكونات والقوى السياسية المحلية وبعض المكونات الإقليمية تحديدا الآلية الثلاثية التي على رأسها فولكر بيرتس، أيضا بعض الوساطات التي يبدو أنها سوف تدخل على الخط في محاولة للتهدئة تحديدا بعد التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي الذي تحدث على أن هذه الاشتباكات وهذا الوصول إلى النقطة الصفرية ما بين الجيش وقوات الدعم السريع هو يجهض العملية السياسية وعملية السلام والحل السياسي في البلاد ويقود إلى اتجاهات جديدة ومعطيات جديدة على أرض الواقع في السودان. هنالك أيضا بعض المراقبين الذين يتحدثون في أن هذه الاشتباكات الأخيرة والوصول إلى النقطة الصفرية قد تقوده بعض القيادات النافذة في النظام السابق والنظام المحلول وأنهم المستفيد الأول من هذه الاشتباكات ومن الفتنة التي وقعت بين الجيش وقوات الدعم السريع. بالنسبة للسيطرة قوات الدعم السريع على سلاح المهندسين وهو أحد أكبر الأسلحة في مدينة أم درمان، حتى الآن الخبر شبه مؤكد هنالك اشتباكات قوية الآن تدور في محيط سلاح المهندسين في أم درمان وفي جميع الأحياء المتاخمة لسلاح المهندسين في حي المهندسين وفي شارع الأربعين والملازمين وغيرها من الأحياء المتاخمة لسلاح المهندسين وسقوط عدد من القذائف والصواريخ والرصاص الطائش في منازل المواطنين وسقوط عدد من الضحايا جراء هذا القصف العشوائي والنيران المتبادلة ما بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش. أما بالنسبة هنا في الخرطوم هنالك اشتباكات ولكنها غير مستمرة، هي متقطعة الآن تحديدا بعد الإفطار مباشرة، وحتى الآن هنالك اشتباكات متقطعة في محيط القيادة العامة. حتى الآن محيط القصر الجمهوري قد يكون بعد الإفطار وحتى الآن لم نستمع أو نشاهد إطلاق رصاص أو اشتباكات في محيط القصر الجمهوري، ولكن معظم هذه الاشتباكات من الناحية الشرقية للقيادة العامة للجيش. طبعا القيادة العامة للجيش قد بنت جدار عازل مسلح من الأسمنت في مواجهة جميع المهاجمين، وبالتالي قد تكون هذه أحد أسباب التي صدت الهجوم الذي قامت به قوات الدعم السريع. أيضا القصف الذي تم لجميع مقار الدعم السريع وتحديدا قيادة قوات الدعم السريع المتاخمة لقيادة الجيش. طيب بموازاة كل هذا وائل دعنا نركز على الجانب الإنساني، كما ذكر الدرة قبل قليل حتى الآن يعني هناك 18 قتيلة، لجنة الأطباء المركزية أيضا تتحدث عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتطالب كل الكوادر الطبية بالتحرك العاجل نظرا لحجم المساعدة المطلوب. ففي هذا السياق يعني ماذا لدينا من تفاصيل خاصة مع صعوبة التنقل في هذه الأجواء في العاصمة الخرطوم؟ هل هناك أي مسارات آمنة أمنت لهؤلاء؟ نعم ديما، حتى الآن بالنسبة للمطارات لم تؤمن هذه المطارات، هنالك أيضا يبدو أن حتى السيارات هنالك الآن مباشرة أمامنا اشتباكات الآن بالقرب من مقر التلفزيون العربي، يبدو أن هنالك اشتباكات بين السيارات، أي سيارة تقترب من وسط الخرطوم يتم التعامل معها مباشرة من قبل هنا القوات المشتبكة، وبالتالي 60% من المسلمين
المستشفيات والتي تقدم الرعاية الطبية هي في وسط الخرطوم وفي محيط الاقتتال الدائر الآن بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش، وبالتالي يستحيل وصول عربات الإسعاف أو أي وسيلة أخرى لعملية إسعاف المواطنين أو الجرحى إلى هذه المناطق. هذه المنطقة الآن أصبحت منطقة حربية، يستحيل معها كما تستمعين الآن ديما لعملية تبادل إطلاق النيران هنا في محيط التلفزيون العربي، وبالتالي يستحيل معه وصول أي سيارات للإسعاف أو سيارات للمواطنين تحمل الجرحى. يتم التعامل معها تماما، خصوصا وأن هنالك شبه انقطاع للتيار الكهربائي هنا في محيط وسط الخرطوم، وبالتالي يتم التعامل مباشرة بصورة حربية مع أي سيارة تكون قادمة في هذا الاتجاه. أما بالنسبة للمناطق البعيدة فقد تكون هنالك بعض المستشفيات الصغيرة والمتفرقة في مناطق مختلفة في الخرطوم وفي نواحي مختلفة من الخرطوم، يمكن هنالك أن يتم التعامل مع الجرحى والمصابين من المواطنين الذين سقطوا في بحري وفي أم درمان وفي منطقة بري شرقي الخرطوم. أما بالنسبة لوسط الخرطوم من المستحيل أن تكون هنالك دخول أو خروج من هذه المنطقة، حتى المرضى المتواجدين وأسرهم المتواجدين بوسط الخرطوم يستحيل خروجهم في هذه الساعات من المستشفيات أو محاولة العودة إلى منازلهم أو حتى محاولة الخروج من المستشفى. عدد من المستشفيات تابعنا أيضا تكون هنالك اشتباكات حول هذه المستشفيات لأنها جميعها في الطرق المؤدية للقيادة العامة وللقصر الجمهوري، هي جميع المستشفيات متاخمة للقصر الجمهوري أو في الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري، وبالتالي العمليات العسكرية التي تدور الآن هي بالقرب من هذه المستشفيات. نعم، وائل محمد الحسن، نرجو أن تنتبهوا إلى سلامتكم، فسلامة جميع الزملاء في مكتب التلفزيون العربي أهم لدينا من أي خبر. شكرا لك، وشكرا لمراسلتنا أيضا درة جنبو